مشاهدونا، مواجهات مباشرة بين قوى الأمن وبعض الطلاب كما يبدو في كاليفورنيا. الشرطة تعتقل على الأقل أحد هؤلاء الطلاب وتذهب به بعيدا. كنا قد شاهدنا عددا من قوى الأمن، هنا اثنين من الطلبة أيضا يسقطون أرضا. كنا قد شاهدنا عددا من قوى الأمن يحيطون بهؤلاء الطلاب، والآن كما يبدو بدأت مواجهات مباشرة بين هؤلاء الطلاب وقوى الأمن في كاليفورنيا. يبدو أن هذه التظاهرات تتدحرج مثل كرة الثلج من جامعة إلى أخرى، وتشتد حدة المواجهة بين الطلاب وبين قوى الأمن في هذه المظاهرات المطالبة والمنادية بالحرية لفلسطين وبوقف الحرب في غزة وبسحب الاستثمارات والتعاون مع الكيان الإسرائيلي. كانت الموجة الأولى قد بدأت لهذه التظاهرات مع بداية الحرب على غزة، وواجه مدراء الجامعات مكارثية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل المشرعين في الكونغرس، وتعرضوا لضغوط والاستجوابات واستقال بعض مديري هذه الجامعات. الآن عادت الموجة ثانية أقوى من قبل الطلاب، مدعومة أيضا بالأساتذة، وأيضا تواجه بقمع من قوى الأمن والشرطة. في تكساس نرى الخيالة وقوى الأمن والشرطة تحيط أيضا بالتظاهرة لهؤلاء الطلاب الذين يطالبون بالحرية لفلسطين وبوقف الحرب في قطاع غزة. طبعا هذه التظاهرات متهمة من قبل السياسيين الأمريكيين بأنها معادية للسامية. هنا نتابع التظاهرات في كاليفورنيا مجددا. قوى الأمن اعتقلت كما يبدو وتلاحق بعض الطلاب في محيط الجامعة. اعتقال مباشر على الهواء لبعض الطلاب من قبل قوى الأمن، وما يزال الطلاب يهتفون ضد قوى الأمن ومطالبين بالحرية لفلسطين. هذه هي الموجة الأقوى من التظاهرات بالنسبة لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل في 8 ولايات تندلع هذه التظاهرات في عدد من الجامعات الأمريكية، وأغلبها من الجامعات الخاصة. هنالك اتهامات طبعا من قبل الطلاب لهذه الجامعات وللممولين والمانحين ومجالس الأمناء بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وبإنشاء علاقات استثمار طبعا، ويطالبون بقطع هذه العلاقات وبوقف هذه الاستثمارات للجامعات، والآن يهتفون ضد قوى الأمن التي تبدو هي المحاصرة الآن وسط الطلاب. نرى عددا من رجال الأمن محاصرين من قبل الطلاب الذين يهتفون ضدهم بعد محاولة قوى الأمن اعتقال بعض الطلاب. نستمع إلى هذه الهتافات. هذا مخجل ضد قوى الأمن التي تعتقل بعض الطلاب. يبدو أن في السيارة هناك طالب أو طالبة على الأقل معتقل داخل السيارة. رجال الأمن يحيطون بهذه بسيارة الشرطة. عدد من الطلاب يحيطون بهم ويهتفون ضدهم.
هذا قمع مباشر طبعا لهذه التظاهرات الطلابية المنادية بالحرية لفلسطين ولوقف الجامعات تعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي ولسحب استثماراتها من الشركات التي تصنع الأسلحة والتكنولوجيا التي تستخدمها إسرائيل في حربها على الفلسطينيين. هذا هو الحال في كاليفورنيا كما هو الحال في عدد من الجامعات الأمريكية الأخرى التي تشهد مظاهرات وتشهد اعتصامات متحدية الإجراءات الأمنية ومتحدية كذلك رغبات إدارات هذه الجامعات لفض هذه الاعتصامات. لكن طبعا انضم عدد من أساتذة هذه الجامعات لحماية الطلاب وللوقوف معهم في هذه المطالب. صافرات سيارات الشرطة تسمع بوضوح في هذه التظاهرة في كاليفورنيا. رجال الأمن يدفعون الطلبة في اتجاه محدد. قوات الأمن في كاليفورنيا تدفع بالطلاب في اتجاه محدد وتحاول سيارة الشرطة شق الطريق وهي طبعا كلها محاولات لفض هذه التظاهرة التي تنادي بالحرية لفلسطين وبقطع العلاقات بين هذه الجامعات وبين الاحتلال الإسرائيلي والشركات المتعاملة معه. وشملت هذه التظاهرات عددا من الجامعات الأمريكية في نيويورك وفي كاليفورنيا وفي ميتشيغان وفي ماساتشوستس وفي تكساس وفي عدد من الولايات الأخرى. الصوت الطلابي يتعالى داخل حرم هذه الجامعات. هتافات طلابية ضد قوى الأمن التي تحاول فض هذه التظاهرات في جامعة كاليفورنيا. هذه جامعة كاليفورنيا الجنوبية. هذه الموجة هي الأقوى من التظاهرات طبعا الطلابية في عدد من الجامعات الأمريكية ووجهت طبعا بالعديد من المواقف سواء النيابية والسياسية في الولايات المتحدة وكذلك حتى من إسرائيل. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يعني دعا رئيسة جامعة كولومبيا نعمة شفيق للاستقالة من منصبها طبعا قبل زيارة مرتقبة له للجامعة التي يتظاهر فيها الطلاب و يعتصمون داعمين لغزة ومطالبين بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل. رئيس مجلس النواب الأمريكي قال لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية إن رئيسة الجامعة أظهرت ضعفا كبيرا وأنها غير قادرة على حماية الطلاب اليهود الذين يخافون على سلامتهم، كما انتقد تعليق الدراسة في الجامعة بسبب اعتصامات الطلاب الداعمين لغزة. يعني هنا طبعا
يتحدث عن حماية الطلاب اليهود الذين يخافون على سلامتهم، مع العلم أن عددا كبيرا من الطلاب اليهود يشاركون في هذه التظاهرات. أكثر من ذلك، نتنياهو قال ما يحدث في الجامعات الأمريكية مروع، وجموع من المناهضين للسامية يسيطرون على جامعات رائدة ويدعون إلى إبادة إسرائيل ويهاجمون الطلاب والكليات اليهودية. هذا قال يذكرنا بما حدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات. هنا طبعا نتنياهو يظهر مفارقة كبيرة جدا بين ما يجري الآن وما جرى في الثلاثينيات، في محاولة طبعا لاستعطاف الرأي العام الأمريكي والسياسي كذلك تجاه هذه التظاهرات التي تتصاعد يوما بعد آخر في الولايات المتحدة الأمريكية. وهنالك خشية طبعا من أن تتدحرج كرة الثلج وتؤثر ويؤثر مواقف هؤلاء الطلاب كما أثر سابقا في حرب فيتنام وكذلك في قضية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وبالتالي التاريخ قد يتكرر مرة أخرى. هنالك طبعا تظاهرات الآن في كارولينا الجنوبية، أحد الطلاب يتحدث وعدد من الطلاب في مواجهة الشرطة والقوى الأمنية. يطلبون من الشرطة الرحيل، يطلبون من الشرطة في جامعة كاليفورنيا الجنوبية الرحيل، مطالبين بحريتهم طبعا للتعبير عن رأيهم. وهذه التظاهرات طبعا تنادي بالحرية لفلسطين وبوقف الحرب في غزة وبوقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات من الشركات التكنولوجية والعسكرية التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. هذه أبرز المطالب التي يطالب بها عدد كبير من الطلاب من جنسيات طبعا أو من خلفيات مختلفة، إسلامية وعربية ويهودية، متضامنين جميعا في مطالب محددة لإدارات الجامعات الأمريكية. هذا الأمر يثير تفاعلا على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي وعلى مستوى الرأي العام. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وهو جمهوري طبعا، دعا رئيسة جامعة كولومبيا للاستقالة من منصبها